بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء المضفرة، قام السيد علي سالم الشقاف عامل عمالة مديونة اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 بافتتاح دار الشباب لالة خديجة بتراب جماعة سيدي حجاج واد حصار، وهي مؤسسة جديدة ستضفي قيمة مضافة للجماعة والمنطقة والمواطنين. وستعمل هذه المؤسسة على تلبية حاجة الشباب في مجالات متعددة، وذلك بتعدد أنديتها وانفتاحها على المجتمع المدني المحلي من أجل التأطير والتكوين والتنشيط. بالنسبة للأندية الموجودة بالمؤسسة هي كثيرة، ومن ضمنها نادي المسرح ونادي الألعاب الرياضية، نادي المرأة ونادي محو الأمية، ونادي الدعم والتقوية، نادي الموسيقى، وكذا نادي الإعلاميات، بالإضافة إلى نادي الأنشطة التربوية والترفيهية. وستكون هذه الأندية بمثابة مدرسة داخل هذه المؤسسة التي تفتقر إليها المنطقة منذ سنين، من أجل التنشئة الاجتماعية، من أجل زرع قيم المواطنة والمحبة والسلام، ومن أجل قيم الإنسانية لصقل مواهب الشباب والأطفال، ومن أجل إعداد التلاميذ لمستويات أفضل بالمجال الدراسي لديهم. بعد ذلك توجه السيد عامل الإقليم إلى جماعة تطمليل، حيث قام بزيارة لمركز تكوين وإدماج النساء والشباب، زار خلاله جميع أقسام هذه المؤسسة، وقام بتوزيع الكثير من المعدات لصالح النساء والشباب في كثير من المجالات. السيد عبد السلام العلمي رئيس جمعية النساء والشباب والأطفال بمؤسسة محمد الخامس بإقليم مديونة تطمليل يقربنا أكثر. هاد خمسة سنوات وكبت واحد العادات الحمد لله ديال الناس اللي استفدوا بالدبلوم ديالهم في إطار التكوين بما يخص جميع الشعب اللي عندنا، الحلويات والطبخ والكوافور بالنسبة للنساء وبالنسبة للأولاد، وبالنسبة للمربيات اللي تيخرجوا يلقاو فرص الشغل، فهادو اللي تتكونوا هنايا كلهم تيخرجوا افيك دي ديبلوم ديالهم افيك شواهد ديالهم من وزارة التكوين، تيخرجوا تيلقاو فرص ديال الشغل. اليوم وصلنا الحمد لله بأن هاد المركز اليوم وصلنا 400 مستفيد فيه، فيهم نساء وأطفال وشباب اللي لقاو الحمد لله فرص الشغل فيما يخص الحلاقة، والنساء فيما يخص الطبخ والحلويات، وبالنسبة للنساء فيما يخص يعني الحلاقة الجميل ديال النساء. عندنا عروض الأطفال التعليم الأساسي الأول اللي تيدم 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات، فهذا التعليم هو الأساسي بالنسبة للأجيال اللي هي أجيال اللي ستدخل واحد التكوين من هذا المركز هذا اللي ستكون ستبدا السنة التحضيرية ديالها. يمكن لما تخرج ما تعرفش تشوف يعني واحد العنوان واحد ولا توصل بشي رسالة ما تعرفهاش. اليوم الحمد لله عندنا نساء اللي قراوا السنة الأولى والسنة الثانية واستطعوا يقراوا واستطعوا ما يتكلموا بالفرنسية. اليوم اللي هو يوم 6 نوفمبر العزيز على المغاربة كلهم، ويوم خالد للذكرى المسيرة الخضراء، هو يعني حاملين المشروع اللي هما كانوا يعني كل شيء كان يعني موفق، ولاني حامل المشروع اللي تقدموا بمشروع على حسب الشعب. فكانت زيارة السيد العامل مع المسؤول على مؤسسة التضامن محمد الخامس باش يتعطوا لهم معدات باش يفتحوا أوراج ديالهم، فهاد المعدات باش تفتحوهم لأنهما خارجين من 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 مديونه، من اقليم مديونه، خارجين في التكوين ديالهم باقليم مديونه. فكانت المعدات اللي تعطات لهم يعني في الطبخ، في الحلويات، في الحلاقه، في التجميل،
بما يخص يعني النجاره الحديديه الالومنيوم والاحذيه. والسيد العام شرف على هذا الشيء هذا باش يوزع ويشجع الشباب مع شواهد اللي عطاهم شواهد تقديريه ديال التسليم. وهاد الشباب كلهم غادي يفتحوا المراكز ديالهم في اقليم مدينه ان شاء الله الرحمن الرحيم، اللي يكونوا يعطيوا مثال للشباب اخرين اللي تشجعوا تا هما ويكون عندهم تا هو نفس يعني الرغبه عندهم في